نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الحذف في كل مستوى الذي نزلته. قم بالضغط هنا على تطبيق يوتيوب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المحتوى الذي تم تنزيله، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حذف كل المحتوى الذي نزلته، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حذف. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.